قارو تحط لي وتقول لي هاك هيك غير جري غير جري قارو غير جري. انا ما يليقوش ليا، انا تنخاف 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 بزاف. انا كنت ما نخافش ما نشربش هاد الشبكه تاع الدواء. هذا ديال النعاس باش تنعس، هذا ديال الفجعه اللي تجيني في قلبي تاع الخوف، هذا تاع الظهر، هذا تاع الكواط، هذا الخوف. عمرك ما تعجبي، عمرك ما تعجبي اللي تعجبت بلا لا انت فلتي. كاينين ولادك، كاينين بناتك، كاينين حبابك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم وكلشي مزيان؟ سمحوا لي على هذا النفاخ اللي في عينيا وهذا الشيء اللي حقاش النعاس عندي، ما تنعسش مزيان في الليل. وبلا ما نشكي عليكم نقول لكم مريضه، يعني راني مريضه والحمد لله، واللي مريض الله يشافيه واللي صحيح الله يعطيه صحيحته. واش غنقول لكم؟ هذا النفاخ ديال عينيا ووجهي مع في الليل ما تنعش مزيان، بعنقرتي بعنقرتي تضرني بزاف. هانتوما راكم تشوفوا بحال هاد البلاصه، هي تشوفوها عاديه وهاد البلاصه راكم تشوفوها من فوق. ها شفتوا هاد العرق؟ عدي تنفخوا تنفخوا، ودابا راه في الكينيزيست وفي الطب وفي داك شوف الحمد لله. اش نقول لكم؟ انا قريت غير بعد شي تعليقات، انا ما قريش. وجميلة اختي ما تبغيش تقرا لي التعليق، وجيان بنتي تقول لي سيري ماما راكي مريضه سيري اش بغيتي شي تعليق. انا عندي واحد الابليكاسيون تاع جوجل، جميلة تقرا لي غير شوي شوي مره مره، وما تنقرش لي دوك الغامقين تقول لي صافي شناهو خلي كل واحد يقول، خلي كل واحد منو المولاه، وتقرا لي هذوك التعاليق الزوينين. وانا عندي واحد الابليكاسيون في جوجل نوبه نوبه تترجم فيها، واخا ما تترجمش ترجمه كهي مزيانه ولكن تترجم شويه. انا جي نهضر بلا ما نكون انا راني تنشوف دوك التعاليق، انا عارفه الناس اش تيقولوا. تحيه الناس زوينين، تحيه الناس اللي قلوبها صافيه، تحيه الناس اللي تبغي الخير لخوها ولخوتها، تحيه الرجال اللي تيتلاقاو معايا وتيقول لي تبارك الله عليك، وتيقول لي تحمري لنا وجهنا وما تديريش شي حاجه اللي ما نقدروش نتفرجوا فيها مع ولادنا ولا مع عيالاتنا ولا مع والدينا. تحيه الرجال من تحيه لوليداتي الصغار، تحيه لبناتي الصغار اللي تتفرجوا فيا، تحيه لكم كاملين الناس اللي قلوبهم صافيه. وهذا قلب من عند اختكم العبديه. ولكن بعد شي ناس، بعد شي حاقدات، بعد شي مكرهات، بعد شي صلقوطات، بعد شي مصلقطات، اش غنقول لكم؟ عم الاولى والثانيه نخلي لكم الله، الله هو اللي غيتصرف فيكم. ما خليتو ما قلتو، ما خليتو باش مثلتو جميله، ما خليتو باش مثلتوني انا، ما خليتو ما درتو، ما خليتو ما قلتو في داك السيد، ما خليتو ما قلتو في يونس، ما خليتو قلتو ما مجوجيش، ما خليتو ما قلتو في ولدي وبنتي، ما خليتو ما قلتو. بعد الكومونتيرات راه معقلين، راكم عقلين، وراكم ما خليتو ما قلتو في امي في الوالده، وما خليتو ما قلتو فينا وبين الوالده. حنايا داكشي اللي تنديروه بيننا وبين الوالده راه ما نبرقوش ليكم، هذيك امي، هذيك امي والده سبعه الاولاد، سبعه تبارك الله على عيني العديان. ورا كل واحد بوليداتكم اللي عنده شي وليدات اللي خليهم لي. عندي سبعه سته الخوت وانا هي السابعه، عندي ربعه الخوت، وعندي جوج خواتات وانا هي الثالثه. سمعتيني؟ هادو كل واحد تيدير دوره. لا تهلا فيها محمد هذاك ولدها، ولا تهلا فيها السي محمد هذاك ولدها، ولا تهلا فيها عبد الهادي هذاك ولدها، ولا تهلا فيها عبد الرحيم هذاك ولدها، ولا تهلا فيها خديجه هذيك ولد بنتها، ولا تهلا فيها جميله هذيك بنتها، ولا تهلا فيها انا بنتها. يعني
شي واحد ما بيجمل عليه. هذيك امي وهذوك ولادها وضايرين بها، سمعتوني؟ وما تلحقوش المرضيين، امي الاولاد ولا بنات ولادها مرضيين، الاولاد ولا بنات. لحقاش امي تتشوف في ولادها وتتشوف في بنياتها، تتشوفهم كيفاش عانوا في الدنيا وهما ايتامى، وهما ايتامى ايتامى. احنا كبرنا ايتامى، احنا الوالد عندنا مات وخلانا صغار. جميل اختي خلاها صغيره، عبد الرحيم خويا خلاه ما يعرفوش، خلى السي محمد خويا وعبد الهادي خويا هادو هما اللي خلاهم كبار شويه، وخديجه اختي خلاها مجوجه. خديجه اختي خلاها مجوجه لحقاش اختي خديجه رجوجت ع صغيره، خديجه اختي راه تجوجت ع 18 عام باقا ما كاملاش، سمعتوني؟ ومات وخلانا يتامى. وامي تتشوف وليداتها كيفاش تكافحوا وكيفاش بشويه بشويه. انا راني تزوجت الزواج الاول في المغرب وما صدقش، والله يسمح ليهم، والله يسمح ليهم، وماشي الراجل المرأة، والله يسمح ليها. انا مسامحه، انا مسامحه، انا مسامحه دنيا والاخره، واخا كرفصتني واخا عذبتني واخا شردتني من حدا امي انتي وجابتني من العروبيه وكرفصتني، ولكن انا مسامحه دنيا واخره. المسامح كان ربي يسمح لينا، احنا عبدو شوينا نكونوا في ايدو. درفقت في الدار بيضا وتكرفش شويه، ولكن كنت عند خالتي، انا كنت قاعده عند خالتي، وتزوجت جوجه ثانيه بوت بنتي، كرفصني وعذبني ومحلني ومنتقم مني، انتقم مني وكنت غير دايره علاش، انتقم مني وكنت غير قبيحه، انتقم مني وكنت غير تندير لي شي حاجه علاش لهو ولا اللي دايرين بي. ولكن الله يسمح لي، الله يسمح لي، كاين حتى مشكل، الله يسمح لي. غير ملي ما متش، ملي ما ضربني شي ضربه وقتلني وباقى في الحياه، الله يسمح لي، المسامح كريم. انا راه الزواج الثاني ما بين بنتي راه عمرني ما شديت شي نفقه، عمرني ما شديت شي نفقه ولا شي ولا شي بنتي شي خلاص تاع بنتي، دعيت وخديت خلاص تاع بنتي، ولا عمرني خديت شي سنتيم لبنتي. بنتي كبرت، كبرت بنت بنات خوتي وبنات الوالده وبنات العائله حتى كبرت، ما اديناش واخا هو ادانا، ماشي مشكل، الله يسمح لي، المسامح كريم، سعادتك فاعل الخير. خرجت درت حويجات في القيصريه تاع الحي محمدي، وكنت نجيب الفخار من المغرب من اسفي، نجيب الفخار من اسفي ونجيبو الكازا عند خالتي نحطو ونبيعو في الحي محمدي. وتخالتي تحيه ليها، حتى هي كانت هزاني وكانت ماليه فيا وكانت دايراني بحال بناتها لا هي ولا راجلها. قلت هذا نجي عند خالتي معزم كرمه واكله شاربه ناعسه فايقه، نكر الخير عوض الحرام. انا من النوع اللي ما تنكرش خير، انا من النوع اللي يدير فيا غير قد هكا تنديرو قد هكا. واخا يوقع لي وقع، واخا يوقع المشاكل، واخا يوقع ما عطاش يوقع، مانيش نكرت الخير، سمعتوني؟ ومن بعد تنشكر عمتي وتنشكر عماتي، وحده منهم راه ماتت الله يرحمها مسكينه، تا جابوا لي ديك الخرجه. وبنات عمتي مساكن في اليونان، خصوصا واحد بنت عمتي الاولى اللي مشات لليونان، تنشكرها والله يكثر خيرها، وتنشكرها وتنشكرها وتنشكرها، هي السبب ديالي وهي وعمتي باش انا جيت لليونان وطلعت ليونان. ما راه دويت لكم على اللي بغى قصتي، راه دويت لكم عليها. انا تكرفست في المغرب، تمحنت، تعذبت، تكرفست معنى الكلمه، طلعت ليون، طلعت لاوروبا، زدت عذاب في عذاب، تكرفست وتمحنت، ولكن جاهدت وقاومت، وعمرني ديما اشنو اللي مرضني واشنو اللي خلاني نشرب هذه الشبكه تاع الدواء؟ الخوف، الخوف مناش، الخوف من الحاجه تجرني الحاجه الخايبه، حيتاش اخوتي
اوروبا ولا الناس يرجعوا عليا ويردوا عليا ويقولوا لي واش هذا الشيء خايب، حيتاش اوروبا ولا المغرب انفا تخرجي من داركم وتولي غير وحيده والوحيد الله، انفا تعودي تخافي من شي الحوايج، تقدري تعودي تعاطي، تقدري تعودي تجري شي حوايج ما ماشي مزيانين، تقدري تدوكي الصحابات لشي. علاش انا ما تنديرش الصحابات؟ انا فنخاف، انا ما تنديرش الصحابات، انا ما يليقوش ليا الصحابات، انا نقول لكم الصراحه ونقول لكم منها، انا ما يليقوش ليا، انا تنخاف 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 بزاف. الصحبه تكون بغاتني وما تادينيش ولكن انا تنخاف، انا هذا الشيء خلقني هكا، خلقني تنخاف هكا خلق الله. انا كون كنت ما نخافش ما نشربش هذه الشبكه تاع الدواء. هذا ديال النعاس باش تنعس، هذا ديال الفجعه اللي تجيني في قلبي تاع الخوف، هذا تاع الظهر، هذا تاع الكواط، هذا الخوف. شي عم قرتي تدورني تعطيني راسي اللي تقلق ليا. قلت لكم ما علينا، جيت لاوروبا، اوروبا بحر، اوروبا بحر فيها كلشي محلول، كلشي مفتوح، كلشي اللي بغيتي. كنت نخاف، كنت ديما نخاف لنعود نمشي لشي بلاصه اللي ديني ما تجيبني، كنت ديما نخاف من الحوايج الخايبين، كنت ديما نقول انا نسات سخري الامر، ديما انا نسات سخري الامر، ديما خايفه. انا من النوع اللي تيخاف، داكشي علاش مرضت. انا جات اختي بوراقة، جات اختي بالفيزا ديالها ودرت فيها الخوف، عداك هذاك عداك هنا عداك هنا راه يشدوك عداك تخرجي، وهي بالفيزا ديالها باقا عندها شهر شينجل تمشي فيما بغات. وانا كنت نخاف، نخاف من الحوايج الخايبين، نخاف من التعاطى الكميان. انا تعاشرت مع وحده تتحط لي الكار وتحط لي الكار، وكنت ساكنه عندها، تشرطت في اليونان، وقع نقاش مع بنات عمتي وما عندي فين بيت، ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نسكن، وتلاقيت مع وحده ومسكينه ماهيش من دولتنا، من دوله اخرى ولكن جيراننا، جيراننا من الجيران ديالنا، يعني حتى هي مسلمه بحالنا بحالها. وتلاقيت معاها وكانت تصيفطني نشري الكارو تحط لي وتقول لي هاكي هاكي غير جري غير جري كارو غير جري، نقول لها لا ونزيد ونخرج برا ونبدا نبكي، خرج برا ونبدا نبكي نزهه. وديما واحد الكلمه خليتها في ودني، حيت انا تعذبت في المغرب وتكرفست في المغرب وطروا لي شي حوايج اللي ندبت عليهم. ملي خرجت اوروبا قلت يا راسي ما تعاودش خطا، راك تمشي. ديما جيت هنا خايفه، ديما جيت هنا خايفه، دولي غير هاكي غير نطري غير بحالك حطيها في فمك تعادوقي، قولي لا 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 لا. وديما واحد الكلمه خلى لي خويا في 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 ودني، خلى لي كارو تحط لي وتقول لي هاكي هاكي غير جري غير جري كارو غير جري، خلى لي خويا محمد قال لي حنا عاد صيفطوك وانت عاد مشي، وعاد هاكي تمشي تموت واللي دايره باكيت الكارو بحال هكا، قال لي خويا وما شافش ليا في عينيا، حيت حنا تنهضروا مع خوتنا ما نشوفش خويا، انا ما يهضر معايا ما يشوفش ليا في عينيا، يهضر ويصدق لها حقاش حشمان يقول لي ديك الكلمه ولكن تيقولها. وهذيك الكلمه بقات لي ديما في ودني. وجميل اختي قالت لي واحد الخاتو واحد الحاجه، قالت لي جميل اختي قالت لي دابا راه حنا صيفطناك وسوقي الطوبيس بوحدك، ولكن لا سكتي الطوبيس جميل اختي راه ما تعطيكش كلمه، تعطيني قاصحه قاصحه. قالت لي هاد الطوبيس عطيناه ليك وسوقي راسك، وياك تخرجي في شي حيط، راه اللي خرجتي في شي حيط راه ما كاينش اللي عاتقك الا الله. وبقيت هاد الحوايج عاقل عليهم، وديما خايفه ديما خايفه ديما خايفه. وهنا في اوروبا كان على بونت عاد تقدر تجرني الدنيا، حقاش شي ايام ملي خرجتني اللي تقول لها اختي السوسه، خرجتني من الدار ديال العبد الرزاق وما بقيتش محميه وداكشي، كنت شويه يعني تشرت، حسيت براسي الضياع، حسيت براسي تشرت، هي كنت شويه نزيد في شي حوايج اللي خايبين شويه على بونت، وتقدري تزيدي فيهم وبز منك. كاينين البنات هنايا في اوروبا او في المغرب تعاطاو لشي بلايص ومشاو لشي حوايج اللي هما ما باغينهمش، اللي هما بنات عائله
ولكن مشاو ليها مشاو لدوك الحوايج بزز عليها الظروف. عمر كيما تعجبي، عمر كيما تعجبي اللي تعجبت بلا لا انت فلتي، كاينين ولادك كاينين بناتك كاينين حبابك، عمر كيما تعجبي شي حوايج صافي. شحال من وحده لا دري ولا دريه، لا دري ولا دريه، شحال من واحد هنا في اوروبا لا دري ولا دريه، ولد دارهم ولا بنت دارهم ومشات في الهاويه. لحقاش الظروف اللي داتها هكاك، الظروف الوضع القمع الظروف. انا ندوي على راسي، ما ندويش ما نعممش على كل شيء، كل واحد وكيفاش مشات الظروف هنايا. انا ندوي على راسي، انا كنت هنا تنخدم راه في اليونان، خدمت نهار وليل، رجع لكم اليونان، خدمت نهار وليل 15 اورو. كاين شي واحد تيقول لك صيفط لامك، صيفط لامك، خدمت نهار وليل 15 اورو النهار، البيت شاده فيه الوليدات وتنشقى وتنصلح، ضل النهار كله على المصلوح والجوع، كانوا قاتليني بالجوع هذوك. والليل تتبات حدايا الدرية صغيرة لا فاقت نفيق معها ولا ضرتها ودينها نبات معها النهار كله ليل كله، ولا حاشك با تشيل الطواليط نديها، ولا فاقت الدرية الأخرى نوضيها، يعني ليل ونهار 15 أورو. وكنت خدامة واحد الخدمة أخرى هذيك بعدا كنت صايبة فرحتي عند باطرة الله يذكرها بخير، هذيك كنت خدامة 20 أورو نهار على قدو 20 أورو، ولكن كانت مسكينة خيرها كفاني، كانت مهلية فيا 20 اورو، ولكن كانت عاطيني الحنان هذيك الباطرة اليونانيه 20 اورو، كنت نسحق وكنت عد بالي انا هذيك عاطيني 60 اورو النهار. لحقاش 20 اورو كانت عاطيني الحنان، 20 اورو كانت حاسباني بنتها 20 اورو، وكانت ملي كنسالي خدمتي تعمر ليا القفه من كل شيء، من البسكوي من الخضره من اللحم من كل شيء، من كل شيء معمره لي قفتها. وكنت هذيك 20 اورو تنصيفط منها لامي، اللي تجيو شي وحدين يقولوا في الكومونتيرات اصيفطوا لامكم، راه ما تلحقوش المرضيات، عسيروا الدوا في راسكم، عسيروا الدوا في راسكم. انا نقول لكم منا، انا نقول لكم منا، عسيروا الدوا في راسكم، راكم عاد تصوروا منا والو، راكم عاد بلا 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 قانون. وهذا السيد يونس اللي هو سميتو بالبلجيكية يان، هذا ما ننساش خيرو، عرفتي علاش؟ حيتاش انا ماشي بحالكم، انا ماشي بحالكم، انا ماشي نكرت الخير، انا بنت الاصل. هذا الخير اللي دار فيا مهما كنت انا ضايعه وما عندي لا ورقه لا جوج ولو ما عطاش طرا، ولو تشوفوا واش طرا وراكم شفتوا واش طرا وعصابي ودير ودير ودير، ولكن انا ديما ترجع للخير للاخر، ترجع للخير للاخر. وانا نقول لكم واحد الكلمه، لو سقط نقص من عمري يعطي لي، لو سقط نقص من عمري يعطي لي، نقص من عمري ونعطيه. قولوا نصراني، قولوا بلجيكي، قولوا ماشي مسلم، قولوا ما قولوا اللي بغيتوا تقولوا، قولوا قولوا اللي بغيتوا تقولوا، قولوا. هذاك دار لي عليه، مشى الجامع وسلم ودار لي عليه، ودرنا كاع اللي تيديروا الناس كاملين، وانتم المقلدين سمعتوني، قولوا ما مجوجاش، قولوا ما دايراش، قولوا اللي بغيتوا تقولوا. كاين هذاك السيد نقص من عمري ونعطيه ليه، وماشي خساره فيه. حقاش هو اللي بعد ما نزل كانت واحد الوقت بدات تموت، هو بحال شي نبته وسقاها وحيات. هذاك يا اللي تشوفوا فيه داك مسكين تهلا فيا، دار لي الوراق، ماشي غير دار لي وراق،
داواني دار لي الوراق طلع فيا وكنت لا خدامه لا ردامه ما عندي حتى ريال هو اللي كلشي عليه جاب لي بنتي عاوني في بنتي اللي ما لقيتوش في ولد بلادي والتحيه لولد بلادي ما نعممش على ولاد بلادي كلها التحيه لولد بلادي انا ما نعممش على كلشي من بعد ما ولد بلادي ملي كان يتلقى ليا في الزنقه كان يقول لي واش نديرو شي طاجين واش كاين شي طاجين دا ملي جيت لبلجيكا لقيت على الطواجن هنايا عاد رجعت يدور دا ملي جيت انا ملي جيت البنات هنا هنا البنات انا 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 انا, أنا, أنا تقابحي معايا باش ما كانت هنايا البنات اللي ما عندهمش اوراق معرضين لاي حاجه اي راجل تيشوف فيها ما تيشوفش فيها كهي امراه كهي بنت ما تيشوفش فيها كهي بنت الناس كهي بنت عائله تيشوف فيها كهي مشرده كهي ما عدا الحليل الرحيم الا الله كهي تحت 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 نديك ويلا معايا للدار وسيري مع هذا للدار وسيري مع هذا للدار ولكن التحيه لبعض البنات الكابابات اللي بحالي تيخدموا بدراعهم واخا ما عندهمش تيخدموا بدراعهم وتيجيبوا حلالا هاك انا لو نقول لك ملي ما كانش عندي اوراق انا نقول لك فاش كنت نخدم تمرضي انا راه كنت نخدم واحد واحد الخطره واحد الكلام داني لواحد الديبو في الخلا مشيت تنخدم تنزعف العنكبوت مشيت تنزعف العنكبوت العنكبوت مشيت تنخدم في العنكبوت في الديبو ديال المواعن كان كان فيه غير المواعن القدام وكان منفي وبغى ما عطيه صلحوه صلحوه وداك الشيء مشيت ملي تندخل فيه وجهي تيدي هكا بداك العنكبوت هكا تتخشى فيه ودايرة عصي وتن عصي وتن 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 ننزعف كنت خدامة في الريستورة 24 ساعة على 24 ساعة تمشي مع 12 ما تنخرج حتى للجوج ما تنخرج حتى للثلاثة ما تنخرج حتى للربعة بعد النوبات ما تنخرج وقت الصيف ما نخرج حتى للخمسة تاع الصباح تنبدا مع 12 الصباح وكنت نجيبها حلالا كنت نصيفط بها لمي تاع يجي شي وحدين يكتبوا لي التعليقات الله في امك انا اللي نقول لكم هذا المنبر تقوا الله تقوا الله تقوا الله تقوا الله تقوا الله انا بغيتوني نطيح انا رساسي صحيح انا راني مرضي الوالدين سمعتوني انا بغيتوني نطيح انا رساسي صحيح انا راه مرضي الوالدين انا راه ماشي ملي غنصيفط لامي راه غنجيب لك ورقه ونقول لك انا صيفطت لامي ديك عمرها ما تكون لك او ملي غندير فيديو نمشي للبوسطه ونقول لك انا راني غاديه نصيفط لامي هذيك عمرها ما تكون لك وما عمرها تكون لكم سمعتوني عمرها ما تكون لكم هادشي اللي جيت نقول لكم تقوا الله في جميل اختي تقوا الله في انا في نزهه تقوا الله في يان تقوا الله في بنتي جيهان الدري الدري ولدي ولادنا ولادنا صغار ما تقلتوهم اش بغيتو شنو بغيتو شنو بغيتو منه واش نتوما عندكم اصل تحيه للناس زوينين وتحيه للرجال تنتمنى من خوتي وخواتاتي والبنات الحرار وامهاتي وتنتمنى من الرجال تنتمنى منكم تكتبوا كومونتيرات لهاد الفئه اللي تكتبوا لينا هاد الكومونتيرات هاد الفئه اللي ما تتحشمش هاد الفئه اللي ما عرفت شكون من جيه هاد الفئه اللي تكتب الكومونتيرات الخايبه المصلقطات تنتمنى منكم تكتبوا لهم كومونتيرات وتقضوا عليهم وتتمنى منكم تطلعونا لفوق الله يحفظكم الله يكثر خيركم الله يحفظكم والله يكثر خيركم اتعياوا الشياطين ما طيحوا فيا اتعياوا الشياطين ما طيحوا فينا انا وجميل اختي ولكن حنا رحنا هنا حنا قاعدين هنا
والأولى والثانية الله يعطيك دواية، والله يعطيك مرضي، لأن الناس ناسة وأنا راني قاتلني الحريق في عنقرتي. سمعتيني؟ وحمد الله وشكرته، هادشي كامل دايرو لي الخوف. أنا هاد المرض كله اللي فيه أنا مرض الخوف. أنا عمركم شفتوني عندي شي صاحبة غادي يجي معاه؟ واخا كلكم نتوما، انا داير حبابي، داير حبابي الحمد لله، عندي حبابي في السوشيال ميديا، عندي حبابي الحمد لله كتار فيما مشيت معروفه الحمد لله. مشيت المطار في بغيت نمشي ملي كنت غادي للمغرب، الناس يسلموا عليا ويرحبوا بيا. مشيت عند طبه لقى الناس حبابي ويعاونوني ويترجموا عليا. مشيت فيما مشيت، فين ما مشيت، مشيت للمحكمة ولقيت ناس. فين ما مشيت، فين ما مشيت الحمد لله كاينين الناس. فين ما مشيت تلقى الناس الزينين الغزالين اللي تيقول لي تتبحانا بحالك، اللي تيقول لنا تتعجبينا، لا انت ولا جميله خطير للوالده ديالك. والتحيه ليكم، والله يحفظكم، والله يكثر خيركم. كاينين الناس اللي تنتلاقى معاهم في عاد الطبه ومساكن، هما اللي تيقراو ليا الوراق، هما اللي هما اللي يصاوبوا ليا الدوسي، هما اللي يقولوا لي الوقت، يقول لي هانتي دخلي. والتحيه ليكم، والله يحفظكم، والله يكثر خيركم، والله يجعلكم ديما منصورين، من ديما الفوق الفوق، ديما الفوق الفوق. والناس الخايبين لا خصهم حسادين، ما ندعيش معاك، ندعيش عليكم. انا ماشي لا انا ولا جميله اختي، حنا من الناس اللي ما تنعرفوش نتعايروا. حنا ما تنعرفوش نتعايروا، حنا عمرنا ما تعايرنا، حنا عمرنا ما تعايرنا. حنا كان عندنا ديما كان عندنا في الباديه كبرنا، هذه حشومه، هذه حشومه، هذه حشومه، هذه حشومه، ما كبرناش مسلقطات بحالكم. انا تنقول السلقطات ومسلقطين اللي عندنا هنايا في قناه غير خرجوا بعدكم، ما تبقاو ديروا عندي، غير خرجوا. عندي حبابي الحمد لله، عندنا حبابنا، وشكرا لكم اخوتي، والله يحفظكم، والله يكثر خيركم، وبالسلامه عليكم. سلام.